يسعد اوقاتكم مشاهدينا الاعزاء، كما اعتدنا في كل حلقه من برنامج ساند ان نتوجه الى تجمعات البدو على مساحات اراضي الوطن. اليوم رح بنكون معكم من تجمع بدو الجهالين سكان الحثروره، هي منطقه قريبه من وادي القلط ومدينه اريحه. في هذا التجمع 59 عائله ما بين هذه الجبال وهذه المناطق. الوصول لهذه المنطقه يجب ان يكون عبر نفق ولا طريق اخر للوصول إليهم. بالتأكيد كما كل التجمعات، لا مدارس لا كهرباء لا روضة، حتى عم يشكوا أنه ما في روضة في المنطقة، وأيضا مضايقات الاحتلال الإسرائيلي ومنعهم من رعاية أغنامهم. خلينا معكم إذن مشاهدينا نتوجه لتجمع بدو الجهالين سكان الحثرورة برفقة أخونا خالد الحنتولي وجمعية فائد ما لديكم، واللي بيقدموا مشكورين المساعدات لهذه العائلات الصابرة والمرابطة في أراضيها. أبو أحمد، إذا حبينا نعرف من حضرتك، ما أنك اليوم بتتحدث عن سكان هذا التجمع، تجمع بدو الجهالين بالحثرورة خلينا نقول، أو خلينا نقول الاسم الصح سكان الحثرورة، شو بتخبرنا عن عدد العائلات الموجودة هون بداية؟ عدد العائلات 57 عائلة اللي هم مجمع حثرورة الجهالين. مصدر الرزق للعائلات هون شو؟ مصدر رزق من الثروة الحيوانية. الثروة الحيوانية بتحتاج للرعاية أكيد، أراضي تكون تحت تصرفكم. خلينا نحكي أكثر المضايقات اللي بتتعرضوا لها بهالمنطقة من قبل الاحتلال طبعا، من الإسرائيليين. من الإسرائيليين شو المضايقات؟ المنطقة ممنوع علينا، في المناطق هذه وراء الجبل هذاك ممنوع علينا، أي الجبل قبان ممنوع علينا، كنا يعني نروح على منطقة محدودة، المنطقة محدودة اللي بنروح عليها، وهذا هو يعني ما بنروح، فيش مناطق مفتوحة إلنا اللي نرعى فيها، وتقريبا إذا اللي بدها تنقرض الثروة الحيوانية عندنا منها، لأن بقلة المناطق الممنوعة، من قلة المطر، من قلة الأعلاف غالية. يعني علينا مضايقات من الإسرائيليين، من المستوطن، أجي مستوطن هان صاحب غنم أيو سكن عنده سكن 50 راس، صار عنده 300 راس لأنه مدعوم. هالمستوطن اللي قبالكم اللي عنده 300 راس غنم، خلينا نقول بشو أثر عليكم برعي أغنامكم؟ خلينا نحكي هذا ما هو أثر علينا، منع صار بسكر في الطريق، هذا مش من نوع المتطرف، صار بسكر في الطريق، سكر الطريق عندنا بأمورقوا بيضايقونا، يعني بيضايقوا الناس، ما بده ناس يرتع، بيقول لك أنا المنطقة هذه ضمنتها من الحكومة وأخذتها من الحكومة، ممنوع أحد يرتع فيها، ما بدنا ترتع فيها. لما نقول الحكومة، حكومة الاحتلال. نعم حكومة الاحتلال صحيح، فيش يعني حكومة الاحتلال شيء أكيد. في هون أنا شايفة أطفال، عدد لا بأس به من الأطفال عندكم، زي ما فهمت من حضرتك إنه ما في مدرسة، احكي لنا وين بتوجهوا الأطفال للدراسة؟ والله الأطفال بتوجهوا لمدرسة عقب الجبر في ريح الغوار، بيجي باص، بس اللي في أولاد ما بروح للمصاري، قلة مصاريف عليهم، يعني ما في مصاريف مع أهليهم أو شيء، ما بدشروا مدارس، يعني ممكن نقول بسبب العجز المادي. نعم. ما بيقدروا إنه يوصلوا أولادهم للمدارس. نعم صحيح. طيب
امور انتم بتعانوا منها بهالتجمع انتم كاهالي اكثر شيء انتم بحاجه له وبتطلبوا فيه مثل شو؟ والله احنا انت شايف على ارض الواقع، انت يعني الشرح زي اللي يقول بيشرح نفسه من نفسه، شايف يعني حياتنا هان على ارض الواقع، يعني ما بدنا نحكي واحنا ورا الكواليس، على ارض الواقع يعني شايف المعيش وشايف حياتنا وشايف كيف وضعنا في المجمعات الحضروره، يعني احنا مهمشين، لا حد بيجي علينا، لا حد بيزورنا، لا حد بيدعمنا، لا حد بيعطينا، لا حد، ونطالب المؤسسات هان وهان ولا حد بنت نادي. برغم من هيك صامدين والحمد لله، وراح نضل صامدين الحمد لله. ابو احمد شو مطالبكم بالتحديد اذا حبينا نحددها؟ تفضل. احنا مطالبنا من هيئه الجدار، طلبنا زينك وخشب للمجمع هذا المهمش، مجمع الحضرور الجهاليين. وعدونا في زينك وخشب، وقديش نتصل معهم يقولوا بكره بعده ما شفنا شيء منهم. وان شاء الله انهم بيجيبوا، احنا بنقول ان شاء الله انهم بيجيبوا، اكثر من هيك ما بنحكي. ان شاء الله بنقول انهم بيجيبونا. ان شاء الله انه بيستجيبوا بالتأكيد. ترميم البيوت، احنا نطالب في ترميم البيوت. خزانات مي نخزن فيه المية، ترميم يعطونا حمامات للحمامات، ترميم البيوت، هذا اللي بنطالب فيه. اللوحات الشمسية أبو أحمد قديش موفرة عليكم؟ والله هي اللوحات بعض أوقات بطفن في الجو اللي يكون شتاء، بطفن ما بكفن الاحتياجات، يعني يكون كمان مزيد من اللوحات بيكون أحسن أفضل. احمد اذا حبيت اسالك، من كم سنه انتم مقيمين في هاي المنطقه؟ اكثر من 29 سنه، من يوم ما خلقت هان في المنطقه هاي. يعني اهلك كانوا قبل؟ جدودي هان قبل. طب شو بتفرق من طفولتك انت عشت هون خلينا نقول او بالتجمعات، وشو بتفرق لحتى وصلت لهذا العمر؟ والله مأساة يعني تعذبنا، شو فيش مدرسة، فيش عجن في الشارع، والله حياة صعبة يعني. ومستوطنين محيطين فيك؟ مستوطنين، وما تقدر يعني تمشي على جبل، يعني ممنوع تقدر على الجبل هذاك ممنوع. والله يضايقوا علينا مستوطنين في مزرعة هان، يضايقوا علينا، مسكروا علينا الطريق. خلينا نحكي في ما لو كنتوا حدا منكم بيعمل على رعاية الغنم بجبل ما محيط فيكم، شو ممكن يتصرف معكم هذا المستوطن أو هذا الجندي الاحتلالي؟ شو هيك حتنا ممنوع الجبال هاي، ممنوع نميل وراها، هاي يكحتونا المستوطنين بيطردوكم. ممنوع، إن منطقة يعني منطقة مبينة إن نسرح فيها في الغنم بس. طيب أحمد أنا فهمت إنه عندكم بالتجمع ما في مدرسة، فش. ما في روضة. ليصح إنها روضة للأولاد، يعني في أولاد صغار ليصح إنها روضة لهم هان، أريح يعني، وزي أولادنا ما يقدروا يمشوا على مدارس على الشوارع شيء، يعني الأولاد الصغار. يعني بتطلبوا بإنه يكون هاي صح روضة هان عنا أريح لنا يعني للأولاد وهذا، بس يعني أولادنا صغار ما يقدروا يمشوا على مدارس. عندك أنا شايفة أطفال؟ عندي جبل، عندي ثلاث بيروح، عندي محمد ومراد ولؤي. شو وسيلة الماكل اللي بتاخذهم؟ هذا باص يجي على الشارع ياخذهم للمدرسة ويرد. على الشارع الرئيسي هون؟ على الشارع الرئيسي. أنا شايفة إنه على الشارع الرئيسي ما في لكم ممر خلينا نقول. فش على الشارع يقف، فش إنه ممر على الشارع من مرة من تحت الجسر. والشارع خط سريع. خط سريع. يكون خطير على خطر الأولاد. خطر على الأولاد. والله. أحمد كمان لاحظنا ونحن جايين لعندكم
طريق ترابيه، وبالتالي نزلنا في نفق مرينا من نفق. مزبوط. لحتى قدرنا نوصل. مزبوط. هذا في الشتاء ما نقدر نطلع ولا ندخل. في الشتاء من مرة هذا تشوف الطريق هاي السيل يخربها في الشتاء. يعني غير نعود من ثاني مرة نصلح ونزبط ومشان نمرق. يعني أيام الشتاء صعب نفوت من مرة. يمكن النفق يتعبى بالماء وما ما نقدر، يعني أيام الشتاء ما نقدر والله، صعبة صعبة علينا كثير. لما بتكون توفروا احتياجاتكم تموين خلينا نقول لبيوتكم، لوين بتتوجهوا؟ لأريحة؟ لأريحة أقرب يعني لنا، يعني مواصلات مشان أريحة أقرب. على عزرية غلبة، يعني بدك تنزل وتركب سيارة غلبة. أقرب شيء ريحة. اليوم زاركم أخونا خالد الحنطولي وجمعية فاطمة لديكم. شكراً لهم. وقدموا لك غنم وما بعرف في كمان رسالة منشوف. شكراً لهم. شو حبتكم؟ بس تشكرهم والله. طيب شو رسالتك؟ لمين من مين بتطالب باستحقاقاتكم في هذا التجمع وصمودكم في هذا المكان؟ والله احنا يظل لنا هان، يعني نضل ساكنين هان، يعني متريحين احنا، بس اليهود يبعد عنا، واحنا يعني من ايام جد جدنا واحنا ساكنين هان، يعني عمرنا هان، انا من يوم ما خلقت وانا ساكن هان، يعني نضل هان خلص اريح عنا ما بدناش. في شباب، في شباب اللي بنحكي في التجمع عندكم سواء من اقربائك او من اصدقائك، كملوا دراستهم وتركوا المكان وتوجهوا لحياه المدينه او القريه؟ لا صعب. وللكل صمت؟ كلنا صامتين هان، فش ولا واحد توجه، يعني صعب صعب ندشر من يوم ما خلقنا واحنا عايشين والحين بدنا ندشرها، صعب. ونحن اليوم بتجمع بدو الحثرورة طبعاً، شو حابب تحكي لنا أكيد من خلال اطلاعك ومن خلال سؤالك الدائم عن تجمعات البدوية في عن هاي المنطقة بالتحديد؟ يعني هو جزء من متابعتنا ومساعداتنا للمناطق البدوية، ولما بنيجي نحكي عن هذا التجمع اللي هو عربي جهالين هو كمان له مسمى، انت اذا بتلاحظ المسافه اللي مشيناها عن الشارع الرئيسي لنقدر نوصل حتى من تحت النفق لنقدر نوصل لهذه الاسر اللي عايشه هنا، هذه المعاناه لو سكر النفق او صار في مي قديش ممكن هذه الاسر تنقطع. زائد انت بتحكي عن اطفال، بتحكي عن تجمع هو ما فيش فيه عمل، اللي بده ينزل على ريحه ليشتغل او بده يروح يشتغل في مكان ثاني، فمش شيء يعني مش شيء قريب وسهل. زائد انه حتى هون الراعي مش كثير لانه كلياتها الجبال الصحراء أكثر من يعني ما فيها عشب، فهذه الأسر اللي هون هي بتعاني 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 من بعدها عن الخدمات، بتعاني من أهم الأساسيات الموجودة، حتى الألواح الشمسية اللي موجودة هون هي ما بتكفي، لأنه أنت بتحكي عن مجموعة أسر عايشة والألواح الشمسية المتوفرة يعني ما بتكفي لكل احتياجاتهم. وكمان إحنا هون بنحكي عن 35 خيمة ممتدة، يعني هن هذولا مجموعة
في الطريق شفنا كمان مجموعة، وفي كمان المناطق أبعد مجموعة لنقدر إحنا نزورهم ونقدم المساعدات. إحنا بنحتاج حتى لوقت أطول لأنهم هم مش تجمع قريب على بعضهم. كمان أنت بتحكي عن معاناة الشارع الرئيسي والخطورة اللي كمان فيه، فهذه التجمعات هي معاناة، هذه الناس هي ما عندها أي مصدر دخل ثاني، هذه الأسر اللي موجودة هون هي بتعيش على تربية الأغنام اللي هي مش كمان مش إشي ممكن يكون مجدي أو مربح، خاصة إنه الأغلب الغنم هو يعني بطعموه مش برقوه لأنه المناطق مش كتير عشب، وزائد إنه الظروف اللي محيط حواليهم من المضايقات والمعاناة اللي بيعيشوها هذا التجمع الـ 35 خيمة اللي بتمتد على مسافة بعيدة مش قريبة على بعض. اليوم أنتم كجمعية فأتم لديكم أخي خالد قدمتوا لهم مشروع غنم، وكمان قدمتوا لهم بعض الاحتياجات لأسرة إحنا متواجدين معهم. من خلال هاي المساعدات لاحظنا قديش فرحة الأطفال وفرحة الكبار، كمان قديش بحاجة هاي التجمعات لدعم ومساندة الجميع في الوطن على امتداد الوطن بالتأكيد. تفضل. عشان هيك احنا كانت فكرة البرنامج ساند، لأنه أنت في عندك أسر هي بتعيش بظروف صعبة، أسر بعيدة عن مراكز المدن وكمان احتياجاتها كثيرة، لا سمح الله لو بدهم يأخذوا حدا على دكتور أو مستشفى، أو حتى الأولاد اللي بدهم يروحوا على المدرسة هم يشوفوا المسافة اللي احنا مشيناها وقديش هي الأرض حتى مش في خطورة، لا سمح الله سيارة مش طبيعية مش عادية لو زحلقت ممكن تعمل مصايب، فهكون شوفوا كل هدول. الأسرة اللي زرناها هي نموذج، إذا أنت شفت البيت شفت المطبخ شفت حياتهم، وأغلب الأسر اللي إحنا ما بنحب نصور كثير بس على الأقل إحنا بنحاول إنه نفرج نموذج من الأسر المحتاجة، من الأسر اللي بتعاني، ما بدي أسميها بحتاجة بس هذه الأسر عايشة بهذه الظروف بتعاني، في أطفال وإذا شفت كمان أطفال حافيين. حتى اليوم خدمنا الجو وشمس بس في المطر هي المعاناة بتزيد، الزينكو هو مفتح فكلياته بدخل هواء وبدخل مي، فقديش طبعا احنا المشروع لانه احنا بنؤمن مشروع الغنم هو الاشي اللي مزبط هنا، لانه على الاقل عندهم شوية رعي والاشي الوحيد اللي بزبط في المناطق البدوية، وهذول الغنم هم 4 ولكن بعد شهر المفروض يكونوا 8 أو 10 لانه كلياتهم معشرين، فالمفروض انه ان شاء الله بعد سنة بكون عنده عدد كبير من الغنم بناء على انه ان شاء الله ربنا بترحل البرك في هذول. الغسالة وانت بتعرف انه هذه الاسرة هي اصلا ما عندهاش، المرة بتغسل عيدها وما عندهمش يعني عندهمش الامكانية انهم يشتروا الحرامات، الطرد الغذائية، الملابس الشتوية، الصوبة، صحيح هنا عندهم الالواح الشمسية وكمان مش كثير وضعها كثير كويس، ولكن على الأقل إنه إشي موجود، ممكن ست البيت هي بترتب أمورها في وقت تغسل فيه في فترة إنه تقدر، بس على الأقل إحنا بنحاول نخفف معاناتهم في الاحتياجات، زائد إنه إحنا ما بنزورهم مرة، وإحنا هذه الأسر هي والمناطق الثانية اللي هي خاصة بنركز عليهم مناطق الغور، زياراتنا لهم باستمرار في الشتاء في الصيف، حتى الشنط المدرسية إحنا بنوفرها لهذول الطلاب، لأنه إحنا بنعرف المعاناة اللي عند الأسر وعدم إمكانية إنه يقدروا يوفروا لأطفالهم وأبنائهم، سواء بتحكي عن الشنط ولا عن الملابس ولا عن حتى الاحتياجات التموينية إذا كانت ظروف الأسرة هي زي ما شفتي وسمعتي إنه فيش شغل. نعم، وأكثر شيء يعني أنا منتبهة إله وأكثر شيء ممكن يكون مزعج بهالمنطقة الشارع الرئيسي وما في أصلاً مخرج لإلهم خط سريع إلا النفق زي ما أنت ذكرت، يعني النفق معاناة لا سمح الله لو سكر النفق، أنت بتحكي عن فيش إلهم أي طريق، الشارع ممنوع يوصلوا كمان في خطورة، المسافة البعيدة اللي احنا ماشيناها لنوصل للشارع كمان ولسه لنوصل للشارع وبعدها بنص ساعة لنوصل أريحة، هذه الظروف اللي هم هون بيعيشوها عشان يودي ابنه على المدرسة في الأيام الصيف، أنت ما عندكيش مشكلة لأنه يعني على الأقل يعني بظل الخوف قائم من الشارع والزواحف بس كان في الصيف، بس في الشتاء المعاناة بتتضاعف، المسافة البعيدة عشان يقدروا يوصلوا للشارع كمان، وانت لما انت بتيجي تحكي عن حدا مريض لا سمح الله احتاج مستشفى، كل الظروف الانسانيه اللي احنا بنحتاجها، وفي الوقت اللي هم اصلا هم مش عايشين هنا رفاهيه ولا لانه عندهم بيوت في محلات ثانيه، هذول عايشين هون لانه اصلا ما عندهم مش الا هون، وعايشين في زينكم مش عايشين في
في بيوت عادية أو على الأقل الغرف المحمية وبيعانوا، ورغم ذلك هم موجودين. We'll be right back.